أبو مدين شعيب بن حسين الأنصاري والمعروف باسم سيدي أبو مدين أو أبو مدين التلمسانيه ويلقب بشيخ الشيوخ، ولقبه ابن عربي بمعلم المعلمين، فقيه ومتصوف وشاعر أندلسي، يعد مؤسس أحد أهم مدارس التصوف في بلاد المغرب العربي والأندلس. تعلم في إشبيلة وفاز وقضى أغلب حياته في بجاية، وكثر أتباعه هناك واشتهر أمره، فوشى به البعض عند يعقوب المنصور الموحد بمراكش، فبعث إليه الخليفة للقدوم عليه لينظر في مزاعم حول خطورته على الدولة الموحدية. وفي طريقه مرض وتوفي نواحي الإنسان، وبنى سلاطين بني مرين بضريحه مسجدا ومدرسة. ولأبي مدين شعيب مؤلفات كثيرة في التصوف، وديوان في الشعر الصوفي، وكذلك تصانيف من بينها أنس الوحيد ونزهة المريد في التوحيد. يعد الشيخ شعيب الرجل الثاني بعد القادر عالجيلاني في تسلسل أخذ الطريقة الشاذلية لأبي الحسن الشاذلي، الذي أخذ عن الشيخ عبد السلام بن مشيش عن أبي مدين شعيب عن عبد القادر الجيلاني، والتي آلت لسيدي أبي عباس المرسي. ويعد الجد الأكبر لآل مدين الأسرة الصوفية بمصر، ولقبه أبو مدين التلمساني نسبة إلى ابنه مدين الأول وتلمسان المدينة التي توفي بها.